بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزه وظهر بواحديته في صور تجلياته، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته، وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت، صلاة لا تحجبنا بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا نعتمد إلا عليك، ولا نستعين إلا بك، ولا نعبد شيئا سواك مهما تعددت وتغشتنا أنوار تجليات وحدانيتك، فلا كثرة تحجبنا عن أحديتك، ولا وحدة تحجبنا عن وحدانيتك، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد يا الله. اللهم يا صمد يا ملجأ القاصد يا غوثاه، فأنت مقصد الكل ومقصود كل عابد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الصمد وعلى آله الذي جعلته مقصد الخلق يوم القيامة، فلا شفيع سواه لأنه مقصود الحق من الخلق، صلاة تكون بها ملجأنا ونجاتنا ومقصدنا ومقصودنا وغياثنا وشفاؤنا، وتورثنا من هذا الاسم حتى نكون سبب الغنى لأوليائك وعبادك الصالحين، وعونا للمحتاجين، وأمانا للخائفين، يا غياث المستغيثين. اللهم يا قادر يا مقتدر، فأنت على كل شيء تريده قدير، وأخذك لمن خالفك أخذ عزيز مقتدر، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القادر المقتدر وعلى آله الذي أقدرت قلبه ما لا تستطيعه الجبال، فأنزلت على قلبه القرآن، وأقدرت لسانه فيسرت به كلامك بلسان عربي مبين، وأقدرته على إبلاغ وبيان ما أنزل إليه، فواجه الأكوان بك حتى خرجت به من العدم، واستمدت منه أسباب وجودها وهدايتها، فأضاءت به الظلمات، وحيت به القلوب، وأبصرت به العيون، وسمعت به الآذان، صلاة تقدرنا بها يا قادر على متابعته وطاعته، والقيام بما كلفتنا به على الوجه الذي يرضيك عنا، حتى نكون ممن قلت فيهم إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. تكملت الأوجه حول الحديث 59، حديث جواز التنفل على الدابة في السفر. يقول في الوجه الثالث: فيه دليل على وجوب الاتباع له عليه الصلاة والسلام في أفعاله، لأنه لم يجئ أن أحدا من السلف المبارك اختلف في هذه الصلاة وما نقلت إلا فعلا، إلا يعني نقلت من فعل النبي وليست من قوله. وأيضا فيه دليل في الوجه الرابع على أن له عليه الصلاة والسلام أن يشرع ما شاء كيف شاء، لأنه لم يروى عنه أنه أخبر عن هذه الصلاة أنها بأمر من الله تعالى، لأنه كل ما كان بوحي أخبر به أنه وحي من الله تعالى. ومعلوم أن النبي له التصريف في التشريع، فالنبي من مظاهر تصريفه في تشريعه أنه كان يخص بعض الصحابة ببعض الأحكام،
دون سائر الأمة، كما خص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بجواز لبس الحرير لهم دون سائر الرجال، وكذلك خص سيدنا علي بن أبي طالب بأنه يجوز له دون سائر الرجال أن ينام في المسجد على جنابه، وأجاز لسيدنا معاذ بن جبل الرشوة، فهي له حلال ولسائر الأمة حرام. عندما ولاه إلى اليمن أجاز له أن يأخذ الهدية مقابل الوظيفة، ومعلوم أن الهدية مقابل الوظيفة رشوة، أجازها لمعاذ بن جبل دون السائر الخلق. وأجاز لأبي بردة بن نيار أن يذبح أضحية بعد الصلاة ليست فيها شروط الأضحية، فقال لو هي لك أضحية ولغيرك لا تجوز. وأجاز لسالم بن عبد لسالم مولى أبي حذيفة أن يحرم على زوجة أبي حذيفة بالرضاع في حيال الكبر، وهذه حالة خاصة به. فصور استثناءات الصحابة ببعض الأحكام معروفة كثيرة، حتى الفقهاء يقول لك دي حادثة حال، يعني لا ينبني عليها حكم ينطلق، وهذا يدل على أن له التصرف في التشريع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشق علينا فلم يصلي العشاء ويواظب عليها عند ثلث الليل أو منتصف الليل، في حين أنه قال هذا وقته، إلا أنه لم يرد أن يشق على أمته فصلاها في أول وقتها. وكذلك لم يشق على أمته بأن يأمرهم بالسواك عند كل صلاة حتى لا يشق عليه، ولم يشق على أمته بأنهم أوجب على المستطيع الحج كل عام، بل اكتفى في العمر مرة، وقال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن النبي له التصريف في التشريع، هذا معلوم وصريح وواضح، كما أن له التصريف في الأكوان، كان يشير إلى السماء تمطر، يشير إلى القمر ينشق، يشير إلى الشجرة تسعى معه كأنها حيوان يمشي على ساق بلا قدم، وكذلك له التصريف يوم القيامة، فلولاه لا يبدأ الحساب، فجعل الشفاعة علامة التصريف له في يوم القيامة. ثم له التصريف في الجنة بعد دخول أهل الجنة، الجنة له أن يرقيهم في منازلهم داخل الجنة. فالنبي له التصريف في الأكوان، والتصريف في التشريع، والتصريف يوم القيامة، والتصريف في الجنة، فهو من أهل التصريف، يصرفه على وفق مراد ربه لأنه رسول الله، لا يفعل إلا مراد الله، ولكن يظهر هذا التصريف على يده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا هنا بيقول في الوجه الرابع بيقرر هذا المعنى أن له التصريف في التشريع، فبيقول فيه دليل على أن له عليه الصلاة والسلام أن يشرع ما شاء كيف شاء، لأنه لم يروى عنه أنه أخبر عن هذه الصلاة أنها بأمر من الله تعالى، لأنه كل ما كان بوحي أخبر به أنه وحي من الله. الوجه الخامس قوله ويوتر على راحلته، قد يستدل به من يرى أن الوتر نافلة، لأن احنا قلنا لا يجوز صلاة النافلة، لا يجوز صلاة الفريضة وأنت على الراحلة إلى غير قبلة، فريضة كان ينزل لها ويتوجه للقبلة ويصليها من قيام، والنافلة يصليها على الراحلة إلى غير قبلة، فكون يوتر على الراحلة دل على أن الوتر ليس فريضة، واضح؟ الأحناف قالوا أن الوتر واجب، لم يقولوا أنه فرض لكن قالوا أنه واجب، وباقي المذاهب قالوا أنه سنة مؤكدة. قد يستدل به من يرى أن الوتر نافلة كما احتج به بعض أصحاب مالك وكذلك الشافعي، لكن هذا لا يتم به الدليل من هذا الموضع بالذات. هو طبعا الدليل أن الوتر ليس بفرض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرجل الذي جاء يسأله قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن كل ما زاد عن الخمس فرائض تطوع،
الحديث ده واضح صريح، لكن بيقول على أي حال الحديث ده بالذات لوحده ما يكفيش كدليل على نفلية الوتر لكونه عليه الصلاة والسلام فعله على نحو ما فعل النوافل، لأنه يحتمل أن يكون كما ذكروا إنه نافلة، ويحتمل أن يكون هذا من الفرائض التي خصت من وسط الفرائض بهذه الرخصة، لأنه واحد لا ينقسم، فتكون الرخصة في حقه أن يصلى على الراحلة، فإذا احتمل سقط الاحتجاج. فطالما تحتمل إنه يبقى الوتر محتمل يبقى واجب زي ما قالوا الأحناف، وأنه خص من سائر واجبات الصلاة أنه يجوز أن يصلى على النافلة، تحتمل. وطالما دخل الاحتمال يبقى ما نقدرش نرد على الأحناف ونلزمهم بخلاف مذهبهم، واضح؟ لأنه يحتمل. الوجه السادس فيه دليل على أفضلية التنفل بالصلاة، يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام فعله في السفر، وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقة، وهو موضع تخفيف المفروضة وتغيير الهيئة من أجل المشقة. لأن ممكن ناس كتير تفكر إنه لما طالما هنسافر والفرض هيبقى ركعتين بدل أربعة، يبقى من باب أولى بقى ما تنفلش، مش كده برضو؟ أنا لو كنت تنفلت كنت أصلي الفرض كامل. فهذا دليل على أن هذا الاستنتاج خطأ، وأن القصر الصلاة لا يمنع التنفل في السفر، كويس؟ هذا الاستدلال فيه نوع تجوز، وإن كان استدل به بعض الصحابة ولكن لم يتفق عليه سائر الصحابة. والشافعية عندهم يجوز في السفر وأنت تقصر الصلاة أن تصلي السنة القبلية والبعدية كذلك، بل يستحب عند الشافعية صلاة السنن في أثناء السفر مع القصر والجمع، كويس؟ واستدلوا بأن النبي كان يتنفل في السفر. زي ما هو حسب براحته، يصليها اثنين يصليها اربعة زي ما حسب مجهوده في السفر، وله أن يقضيها. ما ممكن أنت ما يقول لك براحتك، أصل الحكاية ولك ألا تفعله وتكتفي في السنن في السفر بقيام الليل وسنة الصبح والوتر وخلاص، زي مذهب سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى أن التنفل في السفر هما في الثلاث مواضع دي بس، سنة الصبح والوتر وقيام الليل، والباقي ما فيش. ما صليش بقى للمغرب سنة بعدية، ولا صلي للعصر سنة قبلية، ولا الظهر قبلية ولا بعدية، ده مذهب سيدنا عبد الله بن عمر. فالمسألة على الساعة، حبيت تصلي اتنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر صلي، ما حبيتش ما يجراش حاجه، فالامر على الساعه. لكن المقصود ان مش غلط يعني انك تعمل كده. فيه دليل على افضليه التنفل بالصلاه، يؤخذ ذلك من كوني عليه الصلاه والسلام فعله في السفر، وهو موضع تخفيف المفروضه وتغيير الهيئه من اجل المشقه، ثم انه عليه السلام ابقى اسم الصلاه وعملها مطلوب على نبيته كما كان. وهنا بحث، وهو ما الحكمة في إبقائها مع تغيير حالها في المرض والخوف والسفر كما هو معروف، وما يسامح في تركها في حال من الأحوال؟ الصلاة مثلا دي ما يسامحش في تركها في حال من الأحوال، الصيام ممكن المريض ما يصومش، الحج المستطيع ما يحجش، الزكاة اللي معهوش أموال ما يطلعش زكاة، إلا الصلاة في جميع الأحوال، لدرجة يبقى بيحارب ويصلي، بيبارز وبيصلي، يعني حاجة غريبة. في أكتر من الحرب بقى اللي هي صلاة شدة الخوف، يعني وقت الالتحام، يعني لو كانت ممكن تتأجل الصلاة كانت تتأجل في الحالة دي بقى، ده أنا لو سرحت لحظة هتقتل، وبالرغم من كده مع شدة الخوف تفرض الصلاة ويصلي. فدل على أن الصلاة يعني لا ترفع فرضيتها بحال من الأحوال، في حالة واحدة ترفع فرضيتها فيها لما تتجنن عند الجنون، لأن المجنون رفع تكليفه، إنما غير مجنون يبقى ما ينفعش. وعشان كده اللي يقول لك رفع عني التكليف يبقى إما مجنون أو إما يقصد معنى إن أنا بقيت أعمل الفرائض مش حاسس بإن أنا بتكلف، يبقى رفع التكليف عند بعض الأولياء عندما ذكروها ذكروها بأنه لا يتكلفها بل يفعلها بلا كلفة،
مش معناه انه ما يعملهاش، او يكون بمعنى رفع التكليف حقيقة، يبقى خلاص يبقى ده اتجنن، يسموه مكذوب بقى، يعني مخه طار منه، اتلحس، حصل له نوع من الكشف فمخه اتلحس منه، فطالما اتلحس مخه غير مكلف، يبقى هو بيقول حق برضه. فهمت بقى المسألة؟ لكن ما فيش واحد عقله فيه ويقول رفع عني التكليف، ما ينفعش. وهنا بحث، وهو ما الحكمة في إبقائها مع تغيير حالها في المرض والخوف والسفر كما هو معروف، وما يسامح في تركها في حال من الأحوال مع إبقاء العقل طالما العقل موجود؟ فنقول والله أعلم لوجهين: أحدهما أنه لما جعلت فرقا بين الكفر والإيمان، فعلامة الإيمان مطلوبة، مطلوب في كل حال، كما هو الإيمان مطلوب في كل حال ما عدا زوال العقل، فإنه إذ ذاك غير مكلف. والوجه الثاني لما جعلت صلة بين العبد وربه، فالصلة بين العبد والرب محتاج إليها العبد، فأبقيت عليه وخففت عليه في تنويعها بحسب عذره كما هو معلوم. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، لأن أكبر الاستعانة للعبد الضعيف الصلة التي تكون بينه وبين مولاه، فبها يحسن عليه العائد مما يؤمله ومما يشبه ما ذكرناه في شأن الصلاة ما جاء في شأن العبادة، لما كان المراد منها منا بمقتضى الحكمة الربانية العبادة ودوامها. ولذلك خلقنا كما أخبر مولانا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو عز وجل غني عن عبادتنا وعن كل شيء، لكن اقتضته الحكمة لأمر لا يعلمه إلا هو. قال عز وجل: الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي الذي يعلم الحكمة في خلقها، وكذلك في خلقنا وخلق جميع المخلوقات، وما تحدث فيه الناس هنا على اختلاف أقوالهم، فكل يحتاج إلى دليل قطعي في ذلك، ولا يكون الدليل القطعي في ذلك إلا من طريق النبوة، ولم يجيء فيما نحن بسبيله من طريق النبوة شيء. فالذي يجب هنا من الإيمان هو أن تؤمن أنه عز وجل المستغني عن جميع المخلوقات بأسرها، وأنه جل جلاله ما خلق منها ذرة ولا أكبر ولا أصغر إلا لحكمة، والحكمة فيما عقل منها بطريق صحيح أو محتمل، إذا لم يكن ينافي أصول الشريعة وفيه زيادة قوة في الإيمان، لأنه إذا كان الإيمان على القاعدة التي ذكرناها آنفا، وهي غناه عز وجل عن كل شيء، وأن كل الأشياء لحكمة استأثر بها جل جلاله مع التنزيه والتقديس كما يجب، فهذه زيادة لا شك في ذلك، من الله علينا بذلك بمنه. يعني المقصد أن ربنا ما خلقش شيء في الأكوان إلا لحكمة، أظهر بعضها وأخفى بعضها. ففي أشياء مثلا واحد يقول لك: وليه ربنا خلق الحشرات يعني تقعد تقرصنا وتعملنا؟ حكمة. تصور أنت لا تتصور حياة من غير نمل ولا ذباب، تصور الذباب بيعين على أنه لما بيقف في الزرع يقوم يلقح النباتات تقوم تثمر، ومش كده وبس، والحشرات كمان في منها بينظف الأشياء اللي موجودة في الأرض بتسقط بيتغذوا عليها، وإلا هتبقى الأرض بقت مزبلة، وفي من الحيوانات أكل الجيف، وإلا كانت تبقى الأرض مقبرة. يوم ربنا يخلق الحيوانات تمر كده تنظف لك الطبيعة بتاعتك، وحيوانات تانية علشان تاكل حيوانات أخرى لأن تكاثرها سريع، وإلا هتطغى ونوعها يطغى، فتلاقي الأمور موزونة. فقد تظهر الحكمة في بعض المخلوقات وقد تغيب في بعض المخلوقات، فإن غابت فوكلها إلى الله، لأن الله لا يفعل شيء إلا بحكمة لأنه حكيم، وتكون الحكمة مخفاة عنا حتى يختبر الإيمان بالغيب. واضح؟ هو ده خلاصة يعني اللي بيقوله.
ثم نرجع إلى ما أشرنا إليه، وأن ما خلقنا إليه وأريد منا من دوام العبادة مع ما طبعنا عليه من ضعف الخلق، وما خلقنا عليه من الاحتياج إلى ضرورة البشرية من أكل وشرب وغير ذلك مما نعلمه من نفوسنا بالضرورة. فجمع ذلك هنا بمحكمة لطيفة لا ينتبه إليها إلا بفيض رباني وإلهام لمن ألهم إليها، لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن أعلى العبادات وأنجاها من عذاب الله ذكر الله، فجعل لنا أجل العبادات وهو ذكره عز وجل في كل حركاتنا وسكناتنا، فمنها فرض ومنها ند، والند فيها بعضه آكد من بعض، فجعل لنا ألا نأكل ولا نشرب ولا ننكح ولا نلبس ثوبا ولا نجرده ولا ندخل فراشا ولا ندخل منزلا ولا ندخل موضع الحاجة ولا نخرج منه ولا نصطاد صيدا ولا نذبح شيئا مما نأكل لحم ولا نسافر إلى موضع ونتكلم كلاما له بال، إلا ونبتدئ ذلك كله بذكره عز وجل وذكر أسمائه. فمنها ما إذا لم نفعله حرم علينا ذلك الشيء ولم يحل لنا أكله، يعني أحيانا يوجب الذكر زي عند الذبيحة لما تيجي تذبح بقى الذكر ده واجب، وإن كان عند الشافعية سنة مؤكدة، مثل التسمية على الحيوان المذكى على الصيد وما أشبه ذلك، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأحلت لنا زكاة أهل الكتاب وإن كانوا كافرين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أقروا به جل جلال وذكروا اسمه عند زكاتهم والأمر لهم كما هو لنا أبيح لنا أكل طعامهم، والمجوس لما لم يعترفوا به عز وجل لم يحل لنا من زكاتهم شيء لبعد النسبة. ومنها ما الذكر فيه سنة، مثل دخول موضع الخلاء والمنزل والفراش وما أشبه ذلك، ومنها ما الذكر فيه مستحب، مثل استفتاح الأعمال لأهلها من دنيا كانت أو أخرى بالتسمية. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أتاها صانع يصنع لها شيئا مثل خياطة أو غيرها من ضرورات الدنيا تسأله في أثناء عمله، هل سميت الله عز وجل في بداية عملك أم لا؟ فإن قال لها أنه سمى تركته وما هو بسبيله، وإن قال لها أنه لم يفعل تقيمه عن تمام العمل، تقول طب روح مش عايز شغلك، طالما ما بدأوش بذكر الله يبقى مفيش أنوار، تقيمه عن تمام العمل لكونه لم يذكر الله أولا وهذا وما أشبهه من قبيل المندوبات، لم يذكر الله أو لا، وهذا وما أشبهه من قبيل المندوب. وكذلك الذكر عند الاستيقاظ من النوم وشبهه. فانظر إلى هذا المعنى العجيب وهذه الطريقة السهلة اللطيفة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلا أن هذا المقام لا يحصل ولا يشم منه رائحة إلا من من الله عليه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. ثم زاد عز وجل هذا المعنى الذي أشرنا إليه تأكيدا بقوله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يبقى الذكر في الإيه في الخفاء مطلوب، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يبقى الذكر في الملأ مطلوب، اللي هم الجماعة الوهابية والسلفية ما يحبوش أبدا أن الناس تجتمع على الذكر، يا لما يدخل جامع ويلاقينا كده بدعة ياخد شبشبه ويجري، حاجة غريبة ها؟ في حين ان ربنا اعلى الذكر الصلاة، وربنا شرع لنا صلاة الجماعة وشرع فيها جهر وشرع فيها سهر وشرع فيها حركة، واخد بالك، فدل على ان الذكر من الحركة والسكون والجهر والإصرار والجماعة والانفراد، كل ده وارد لانه كله موجود في الصلاة وهي اعلى الذكر. يقولك ما وردش يبقى ما بيصليش بقى، الجرع بتاع ما وردش ده يمكن، فهمت ازاي؟ هو اصلا هذا الفكر بتاعه هو اللي بدعه، لم يعرفه المسلمون، هذا الفكر نفسه هو اللي بدعه، فعليه ان هو يشيل مخه ويرتبه ترتيب جديد علشان يعرف يعني ايه البدعه ويعني ايه السنه، لانه هو نظر للسنه واعتبرها بدعه، والسنه ان الرسول كان يذكر الله على كل احيانه، هي دي السنه. ويقول ومن تقرب إلي بشبر تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وبقوله عز وجل في كتابه
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فانظر إلى هذه الإشارة حتى لا يكون من العبد حالة من الأحوال إلا وهو فيها في عبادة مستقبلة، لأنه لولا ما جاء هذا على هذا النوع لم تكن تعلم العبادة إلا في التخلي عن الدنيا مرة واحدة والاشتغال بالآخرة، وهذا مع ما خلقنا عليه من الاحتياج متناف. فجمع لنا بهذا الطريق العجيب وأرشدنا إلى جميع الخير بأيسر الأشياء وأقربها فضلا من الله ورحمة. وكل ما ذكرنا أولا من أنه أمرنا بالتسمية عند ابتداء الأكل وغير ذلك، ولم نسمي في ذلك حديثا، إنما قصدنا بذلك الإرشاد والإلهام لذلك الخير، ليقدر قدر وما من وجه مما ذكرنا إلا وقد جاءت فيه أحاديث عديدة لا واحد. فإن أطال الله العمر وأمكن العون منه ألفناه إن شاء الله في كتاب واحد ليكون أيسر لمن أراد الوقوف عليه بعونه وفضله إن شاء الله تعالى. وبهذا المعنى فضل أهل الصوفة عن غيرهم، لأنهم لا يزالون دائما ذاكرين متوجهين، فحصل لهم اسم الخصوص بما به منه خصوا، ولذلك قالوا ربنا يقول لك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لسه قاريينها في سورة الأحزاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه أذكر الله حتى يقال أنك مجنون، حديث صحيح. يعني إيه مجنون؟ يعني غيب في الذكر لدرجة أن الناس تنادي لك ما تجاوبش، يقوم ويقول لك ده الراجل ده ظهر الجذب، ده مش دريان بينا، يعني معناه يستغرقك الذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهب المفردون بالأجر، قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. مستهتر يعني مولع، غير مستهتر. مستهتر اللي هو يعني ايه؟ اللي هو يعني المضيع، ده بالكسر. مش جاي من هتر اللي بيهتر، يعني الكلام ساعات القرآن يبقى هتر يعني هدر. هدر لا مش المقصد ده. في مستهتر يعني مولع بالشيء، يعني أصبح ولع هذا الشيء، بقت هوايته ذكر الله، لا يستريح إلا إذا ذكر، يبقى ده اسمه مستهتر بذكر الله. إنما المستهتر اللي هو المهمل بالكسر، يقول لك ده الولد ده مستهتر، يقوم إيه ما يذكرش وعنده امتحان بكرة، يبقى بيضيع وقته، فهم؟ لكن التانية يقول إيه المستهترون بذكر الله، يعني المولعون بذكر الله. ذهب المفردون بالأجر. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله. وربنا يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبهذا والعجيب ان ذكر الله ده من الحاجات اللي هي مش عايزة اي شروط، ده انت ممكن تبقى على جنابة تذكر ربنا، تبقى نايم تذكر ربنا، مغطي عورتك تذكر ربنا، مش مغطي عورتك تذكر ربنا، يعني تذكر ربنا على كل احيانك بأي ذكر، القرآن بس أما تبقى جنوب ما تقراهوش، لكن أنت مش ممنوع في حال الجنابة إنك تذكر ربنا كمان، فهمت إزاي؟ فالذكر ده عبادة ربنا سبحانه وتعالى لأنها شائعة، قلل فيها القيود، فلما قلل القيود أراد كثرة الموجود، فهمت بقى؟ لأن كلما قلت القيود كثر الموجود، واضح؟ فيبقى ربنا من تشريعه لم يقيد قيود كثيرة لذاكر الله، ما قالوش مثلا ما تذكرش إلا في الجامع، وما تذكرش إلا أنت لابس كذا، وما تذكرش إلا أنت متوجه للقبلة، وما تذكرش إلا أنت متودي، وما تذكرش إلا تلاقي نفسك كثرة القيود قل الموجود. لكن لا، قال اذكر الله ذكرا كثيرا، والرسول كان يذكر الله على كل أحيانه. إيه ده؟ يبقى أراد إنه لا يقيدها بقيد ليكثر الموجود وهو ذكر الله عز وجل. وبهذا المعنى فضل أهل الصوفة عن غيرهم لأنهم لا يزالون دائما ذاكرين متوجهين، فحصل لهم اسم الخصوص بما به منه خص، ولذلك قالوا إن كنت صادقا في محبتنا فالمحب حيث آب يذكر حبيبه يؤوب، لأن دوام الذكر منادمة ومحاضرة. في حاجة اسمها أوبة، وفي حاجة اسمها إنابة، وفي حاجة اسمها توبة. توبة هي الندم لفعل المعصية أو التقصير في الطاعة، دي حال العوام.
والإنابة هو الرجوع إلى الله رجاء الثواب. يبقى التائب خايف من العقاب، رجع لربنا برضه بس خايف من العقاب، والمنيب رجع إلى الله رغبة في الثواب، والأواب يرجع إلى الله رغبة في الله. فهمت بقى؟ دي أعلى، وعشان كده قالوا الأوابين ده حال الأنبياء، والإنابة حال الأولياء، والتوبة حال العوام. المنيب اللي هو يرجو الثواب، بيعمل العمل يرجو الثواب، وهي حاجة كويسة برضو يعني، بس معناها ان لو مفيش ثواب يعني مش هتعمل. فهمت بقى المسألة؟ انما التاني بقى حتى لو مفيش ثواب ولا عقاب انا برضو هعمل، لان الله يستحق ان اذكره لذاته قياما بحق الربوبية والألوهية. واخد بالك؟ يبقى واحد التاني اللي عايز الثواب بيذكر بيريد النعمة اللي هو الثواب، مش كده برضو؟ والتاني الاولاني بيدرع عن نفسه الايه ما 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 يؤذيه، والتالت ده محب. فهمت بقى؟ ده يرجع الى الله على طول. علشان كده قال لك يؤوب، شفت كلام علماء، ما قالكش ينوب وما قالش يتوب، يبقى في يؤوب وينوب ويتوب، كل واحده ليها معنى. كل دي مقامات تاخد بالك منها. يعني الناس العوام لما تقعد انت تديهم درس تقول لهم ده اللي بيقول كذا حين يصبح ربنا يعمل فيه كذا ويدرأ عنه كذا ويعمل كذا، علشان تديله الثواب تقوم ايه تحببه يقوم يواظب. انما التاني قول كذا حين تصبح، يقولها من غير ما عايز يعرف ثوابها ايه، هي حلوه كده، ما انا لازم اذكر ربنا. فهمت بقى ازاي؟ ففي واحد ينقب على الثواب، وفي واحد تاني مجرد ان يعرف ان النبي عمل كده من غير ما يسأل ثوابها ايه هو عايز يعمل. فهمت؟ فده مقام وده مقام، والاتنين حلوين وهيتقابلوا في الجنة ان شاء الله، لكن برضو الجنة درجات. فالمحب حيث آب يذكر حبيبه يؤوب، لأن دوام الذكر منادمة ومحاضرة، يشهد لذلك قوله جل جلاله على لسان نبي أنا جليس من ذكرني، فافهم إن كنت فطنا ما به عنيت ومن أنت يا مسكين. أنت فين بقى يا مسكين في الحكاية دي؟ واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى يتصدق على المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإحنا مساكين، فربنا يتصدق علينا إن شاء الله. اللهم يا مقدم يا مؤخر، يا من علمت المستقدمين منا والمستأخرين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقدم المؤخر، وعلى آله الذي قدمته على الأنبياء فأمهم ليلة الإسراء، وقدمته على الملائكة فأمهم ليلة المعراج، وأخرت إبليس رأس الغواه ومن تبعه على سائر خلقك صلاة تعرفني بمراتب الوجود، فأقدم ما قدمت وأؤخر ما أخرت، ومراتب الطاعات فأقدم الأهم على المهم والواجب على التطوع، وأقدم آخرتي على دنياي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.